يا جماعة أنتم أهل قبل كل شيء، فصفوا نفوسكم من الحساوس واللواسس والحواسس، ونقوا قلوبكم ومشاكلكم كلها استهتر. يا فقيه، المشكلة أساسية في البيت الكبير، مش نتقاسم كل واحد شو حقه. طيب يا نبيل، ما قلناش حاجة، ونحن ليش مجتمعين؟ مش من سال البيت الكبير ونحل مشكلته؟ يا جماعة اسمعوا، أشياء أقول لكم الحقيقة، البيت الكبير بينه كنز. كنز؟ إيش تقول أنت؟ إيش تتكلم يا فواز؟ أيوة، بينه كنز وسرق، والسارق موجود بيننا وضروري ندري منو. بصراحة أنا لأول مرة أسمع إنه البيت الكبير فيه بوكنز. وأنا نفس الكلام، من زمان ما سمعت هذا الكلام نهائياً. إلا موجود من عهد جدكم، وضروري إن إحنا نبصره ونلقه ونتقاسم به. إيش من كنز؟ هل كان في كنز؟ إيش من كنز يا فواز؟ إيش من كنز أنت تقول أي كلام؟ هذا كلام فاضي، ولقد نسيت إنه قدنا مات وهو مديون. هيلك لعيصة العصاك، مو ده خبر، مو من كنز، مو من خبر فاضي، قفل هذا الموضوع. ضروري يا جماعة نرجع الكنز وتقاسمناه بيناتنا البين. ليش ما كلمتنا بهذا الكلام من قبل؟ أنا أدنى أعرف كل اليومتين هذي. هذا دليل إن الكلام هذا كله فاضي، وإنه ما فيش كنز من أساسه. الحين في كنز ولا ما فيش كنز؟ خبطت هنا خبط. أنت كيف شوف يا فقي؟ أشوف ما بش كنز، عقلوا. أين الكنز؟ قدكم مات مديون، تعرفوا مات مديون؟ بعدين انا عاقل القحمليه وابن القحمليه واعرف كل شيء، ما بوش كنز. صح كلامك يا فقي، صح. انا ابي وعمامي جلسوا يسددوا ديون جدي الى فتره قريبه اصلا. هذا دليل انه اصلا ما فيش كنز. بيعوا البيت هذه اللي سبب مشاكلكم وتقسموها فلوس وعملوا لكم حاجه. انا بصراحه ببيع نصيبي. اني ما ببيعش. انا ما نش عابي حق مرتي. مرتي اديت لي توكيل ما نش عابي. ولا انا. خلاص اشتبي. ايوه انا ببيع، وعيال عمي اللي يشتري يقول الان. ما نش اشتري نصيب رشيد، ما حدا يشتري. خلاص انا اشتري. بكم حسبت النصيب يا الواحد يا فقي؟ النصيب الواحد بمليون وخمس. كيف بكم؟ قليل جدا يا رشيد، هذا سعر المنطقه. تمام. ايوه. طيب يا فقي، خلي حنا نفكر وبنرد لك ان شاء الله. يا فقي، اني بذمتك. ولا يهمك. خلاص اعذرنا، انا حبنت. يلا الله معاكم. استاذنك. مع السلامه. فواز اجلس اشتي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الله معاكم. مو بك يا فقي. صنف لك تقوم تفضح الموضوع قدام الناس؟ انت هبل؟ ولا افتهم لك؟ وردك تعقل؟ الآن ما برضوش بيعلونا نصيبهم بالبيت. أما موضوع السرقة، أنا داري منو سرق الكنز. تعرف؟ منو؟ نبيل، نبيل هو اللي سرق الكنز. نبيل؟ والله أنا أكون شاك إنه نبيل، قسما بالله أنا شاكك إنه نبيل. هو جالس بالبيت الكبير لحاله، وأكيد إنه حصل على الخريطة وبس يدور على الكنز براحته، أكيد إنه نبيل، أنا شاكك إنه نبيل. خلاص، اللي حصل حصل. الآن خلينا نفكر كيف نرجع الكنز. لأن نبيل أهبل خبى الكنز بالبيت بعد ما سرقه، وفي من سرقه على نبيل. أنا شاكك إنه طارش، لأنه غدير قال شفته يوم السرقة عند البيت. طارش؟ إيه، واشتيك أنا أتكلمه. تمام. الآن ولي أكلمه. موجة الآن، هدوء بعقل، بكرة تكلمه. تقص لنا الموضوع. تمام. تمام. الله معك. لا حق.